ذكرني معلومة مهمة جدا، وهي أقسام الناس مع العلم. الناس مع العلم أربعة أقسام، العلماء يقولون الناس مع العلم أربعة أقسام: عالم بالله، وعالم بشرع الله، هذا أعلى المناصب، والثاني عالم بالله جاهل بأحكام الشرع، والثالث طبعا أقلهم جاهل بأحكام الشرع وجاهل بالله. أسوأ الناس اللي جاهل بالله وعالم بأحكام الشرع. طيب، عالم بأحكام الشرع يعني يعرف الحلال والحرام ويعرف الصحيح من الضعيف. عالم بالله يعني في قلبه خشية وخوف ومعرفة بالله وتوحيده، وهذا لله الحمد موجود عند شيبان وكبارنا في السن، نساء ورجال، تجد قلبه مليان بالعلم بالله، وإن كان ما يعرف حلال وحرام بعض أحيانا لكنه مليء، لذلك تصدر منهم ألفاظ مليئة بالحكمة. عندنا شايب الله يغفر له في الدلم، وش يقول؟ يقول إن جاك ما حد نجاك، الله، وإن نجاك ما حد نجاك. يا سلام، هو بتوحيد، صح. هو شايب ما قرا ولا كتب، لا إله إلا الله. أعد أعد، إن جاك ما حد نجاك، يعني أمر الله، إن جاك أمر الله، إن جاك ما حد نجاك، وإن نجاك ما حد نجاك. هذا نص الآية، يعني ونص الأحاديث تنص على أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وما أخطأك لم يكن ليصيبك. أيضا عجوز عندك تقول، تقول المرض هباس والعافية نسناس. سلام، المرض يهجم والعافية شوي شوي، يبي لها صبر. يعني مثل هؤلاء الذين كبارنا في السن نمسي عليهم الآن، رجالا ونساء قلوبهم تلت بالخشية. يعني أنا مرة من المرات ذكرت بيت من الشعر، هذا البيت الشعر فيه شرك، هذا بيت من الشعر فيه شرك، اللي هو يقول إيش عن النبي صلى الله عليه وسلم: ومن علومه علم اللوح والقلم، يقصد الرسول. ولين في عجوز بكت جدت زوجتي، قلت وش فيك يا خالة؟ قالت والله يا بي نقول ذا البيت نقصد الله ما نقصد أحد. شف، يعني هي تقول يا من له الدنيا وضرتها ومن علومه علم اللوح والقلم، صاحب البيت يقصد الرسول. آه، من الغلو أكيد. إيه، وهي من تقصد؟ تقصد الله، الله عز وجل. قلت لا، أنت على نيتك، أنت ما قلتي لا تقصدين الله عز وجل. فكثير من كبار السن الآن لله الحمد قلوبهم تلأت بخوف الله عز وجل وخشيته والرغبة فيه، وإن كان مجرد ما تقول له هذا حلال هذا حرام يستجيب، عنده سرعة استجابة. صح صح، هذا حبيت اللي الله يبيض وجهك ويرفع قدرك. سيرة عبد الرحمن على ضوء كلام شيخنا، يقول إن جاك